هناك تجربة أيها الأخوة أجراها بعض علماء نفس السلوكيين عجيبة جدا اسمها تجربة القرود الخمسة. القرود الخمسة جوع هذا العالم قرودا خمسة جوعها أيها الأخوة، ثم بعد ذلك أدخلها في غرفة كبيرة قفص بالحديد متسع وعالي، وعلق في سقف هذا القفص قرونا من الموز، وهيئ سلما للصعود، وهيئ سلما للصعود، يمكن أن تنال به قرون الموز بهذا السلم. طبعا بلى، هو طبيعي أنها سارحت أيها الإخوة لحظة دخولها القفص إلى السلم، فبادرها الخرطوم ماء قوي أيها الإخوة شديد البرودة رشامي، فأحبطت قليلا، ثم حاولت ثانية فثالثة، وهو دائما يبادرها أيها الإخوة دون الموز بالماء، يبادرها دون الموز بالماء، حتى طبعا غلبت عليها حالة الإحباط واليأس، فجلست في قاع القفص مضبطة جائعة ترنو إلى الموت كالعيس في البيت يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، والموت فوق رؤوسها معقود. لكن هكذا جلست، هذه بداية التجربة. قام العالم بعد ذلك بإخراج أحدها وأتى بقر جديد أيها الإخوة لم يشهد شيئا من إيه؟ من هذه التجربة. فبادر القرد وكان قد جوعه أيضا طبعا، فبادر القرد مباشرة السلم، بادر السلم، طبع إلى السلم، لكن العالم هذه المرة لم يرشه بالماء، القرود تولت أمره مباشرة، مرحته ضربا وصدته عن السلم، لا تريد أن تتعذب بالماء المارد مرة أخرى، وهو لا يفهم ما الذي حصل، لماذا تضربه، لماذا تصده وهو الجائع المسكين. بعد ذلك أيضا استمرت التجربة، أخرج ثانيا من قدماء القردة الأربعة الآن القديمة، وأدخل قردا جديدا لم يرى شيئا نفس الشيء، وشاركها في ضربه وصده عن قرون الموز القرد الجديد. هذا ما حدث، لابد أن نشارك كما قلنا، الناس يرجمون لابد أن نرجم، يسبون لابد أن يكفروا لابد أن يكفر، يذبحون لابد أن يذبح، النمط هذا البتر أو النمط، نمط هذا. وهكذا تتابعت خطوات التجربة حتى صار في القفص خمسة قرود جديدة لم يرش قرد منها بالماء، وهي لا تريد الموز وتمنع كل من يدخل ويحفو بها الموز. تجربة من أعجب منها. قلت أيها الإخوة ماذا يريد، ما هو المفروض، ما هو المسكوت عنه في هذه التجربة، ماذا يريد أن يقول لنا هذا العالم؟ يريد أن يقول لنا أيها الإخوة ببساطة أن هناك أفكار وآراء وعقائد وسلوكات تنشأ في ظروف معينة في سياقات معينة، ولها ما يبررها، لها ما يبررها، كون هذه القرود الآن تصد وليست تصد إنما تصد في أنفسها عن الموز مبرر، لماذا؟ لأنه بجانب هم يعني قالوا موز بماء بارد جو الشتوي أيها الإخوة أو المشتي، لا لا نريد، مبرر مفهوم جدا، تصرف حتى عقلاني، هذا تصرف عقلاني في نوع من الموازنة والترجيح، حتى هذا إحباط عقلاني وإن عمل بطريقة غرازية لكنه إيه؟ إحباط عقلاني معقلا، إحباط معقلا. لكن بعد ذلك يتم تطبيع أفراد وأجيال أخرى بهذه الأفكار والآراء والسلوكات، تمرر أيها الإخوة تمرر لأجيال أخرى مبتوتة عن سياقاتها، مقطوعة عن مبرراتها وظروف نشأتها، وهكذا نرى أجيال أيها الإخوة تلو أجيال تتبنى حقائق وآراء وتعصبات ومواقف مسبقة وتقليديات وأشياء غريبة جدا دون أن تعرف لماذا. من هذا مثلا أيها الإخوة التشاؤم، كل مظاهر التشاؤم لا يدرون لماذا، إذا حرك الإنسان أيها الإخوة المقص في الليل هكذا إنه هذا لا أولا يقول لا دفع هذا، شوف شديد مقص أنا ألعب به في الليل، إيش المشكلة، لا ممنوع. طبعا أكيد في ظروف نشأة هذه الفكرة حدث شيء عرضي اتفاقي صدفي، واحد فعل هكذا مثلا فربما قص إصبع أمه مثلا أو ربما أنف أبيه، وطبعا نشأت الفكرة ثم عبرت دون ذكر مبررات نشأتها أو ظروف نشأتها، وصار شيء اسمه التشاؤم ولا مشؤوم، ليش مشؤوم؟ خرافة. النبي قال ما في طيرة في الإسلام، هذه خرافات، هذا دين عقلاني، هذا كلام فارغ. وهكذا كل طبعا بالآلاف الأمم أيها الإخوة، آلاف الظواهر التي يقع بها ومنها التشاؤم، آلاف قد تعلل على هذا النحو، قد تعلل على هذا النحو، لكن المحيرة كما قلنا قبيل قليل كيف يعتقد بها الناس وهي خرافة غير معقول بارئ من العقل خلو من المنطق، هذا هو
هذا يحدث حتى في الأديان والعقائد والمذاهب والمنتحلات الملية بنفس الطريقة بنفس الطريقة. هذا قصة القرود تتكرر، قصة القرود تتكرر دائما. لماذا لا يكشف عن حكاية القرود؟ لماذا قصة القرود تقدمنا وهي أي مستمرة؟ نتقدم نحن دون أن ندري. تعرفون لماذا؟ لأن العقل الناقم الصاحي اليقظ الواعي نائم ويراد له أن ينام، هناك أي مؤامرة تنويم. وكل من يستعمل عقله هذا أيها الإخوة يشار إليه على أنه زنديق، على أنه عقلاني. عقلتم على فكرة، عقلتم عقلاني، يستخدم العقل والعياذ بالله في شبهة كفر. بينما أمي الآن أذكرني أحد الإخوة الفضلاء جاز أمي الآن ذهب قبل فترة بسيطة جدا ليتم أي زواجه أيها الإخوة في بلد عربي مسلم من بلاد المعاهد العلمية العريقة التي تعلم الإسلام. وقال لي يا شيخ، أنا قال لي شيء عجيب جدا، تم امتحان ديني. قلت امتحان يعني؟ تم تفتيش عليه. نحن نعيش في بلادنا الآن نسبيا محاكم تفتيش انكويزيشنز، كأننا في العصور الوسطى الأوروبية المظلمة أيها الإخوة، يفتش على عقائد الناس. قلت أوكي حدثني. قال لي طبعا، لأن هذا الشيخ قبل أن يتم عقد زواجي لاحظ أنني أناقش وعندي أفكار متحررة عقلانية في الدين متنورة أيها الإخوة. فقال لا لا لا، ليش؟ إحنا نورط ضد الناس مع واحد قد يكون كافر أو زنديقا، هيا نمتحن عقائده. برضوك، ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ ماذا تقول في عودة المسيح؟ ماذا تقول في الدجال؟ قال يمتحنني. قالوا أجبت بما أعتقد بما أندحل بجراءة. القواطع، القواطع الحمد لله تبارك وتعالى، والخلافيات قال أن أنتحل فيها آراء أخرى تعلمتها. وكانت النتيجة الله ستر الحمد لله، ليس كافرا، قال له بالأهلي واهل العود، ليس كافرا هذا، ليس خارج عن الملة، ولكن رأسه عنيد وعنده أفكار خطيرة جدا، يعني على شفاء حفرة الكفر. دعا واحد يصرف الكفر، تفضلوا هذا العالم العربي، هذا العالم الإسلامي، يقول لك الإسلام دين العقل، دين التحرر، مباهاة فارغة. أنا أقول لكم إريك فروم أو إريك فروم أيها الإخوة، عالم النفس وعالم الاجتماع الكبير من أصل ألماني الأمريكي، صاحب الكتاب الشهير عالميا الهروب من الحرية. باختصار ألخص في هذا الكتاب بجملة واحدة، كتاب معروف عالميا، لما تكون مثقف يكون قراءه أي مثقف وإلا لا يعرف الثقافة. إريك فروم قال الناس يطلبون في الحالة الواعية العادية يطلبون الحرية، يتشوفون ويتشوقون إليها، لكن إذا دخلوا في طور العمل، دخلوا في طور الثمن، دفع الثمن، ثمن كسب الحرية وثمن المحافظة عليها وممارستها، يرون أن الأثناء بالنسبة إليهم باهظة جدا جدا جدا. أكبر الأثناء في نظر إريك فروم أنهم سيتحملون مسؤوليات. أنت الأكبر، أنت لست عبدا، أنت لست عبدا، أنت الآن عليك أن يكون رأيك من رأسك وسلوكك على ما ترجح وتختار وتنتخب، وأنت ستتحمل التبعات والمسؤولية. كيف في الآخرة؟ في الدنيا أيضا، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا. فقال عند هذه اللحظة يترجم الناس عن سلوك غريب، أو يعرف الناس عن سلوك غريب جدا، يتراجع معظم الناس، وهذا قال في كل الشعوب والحضارات يتراجعون عن هذه الحرية، لا نريد، فيسلمون أدمغتهم ومقاداتهم للسلطة، السلطة الدينية والسلطة السياسية وسلطة الخرافة والتقاليد.